لوجيكال يعني. هو الشيت ده تبع ارمي يونيفرسيتي بروجرام، احنا زي ما قلت لكم ان احنا شغالين على الارمي يونيفرسيتي بروجرام اللي موفراه شركه ارم. طبعا برضو زي ما انتم عارفين دكتور محمد اكيد قال لكم ان شركه ارم موفره البورد دي، هي اللي معموله ديزاين دي او هم اختاروا البورد دي من ضمن البرودكتس بتاعتهم دي اليونيفرسيتي بروجرام اللي هم بيعملوا لها شيرنج لليونيفرسيتي بروفيسورز. ودي البورد اللي احنا هنشتغل منها. فمن ضمن الحاجات اللي هم كانوا موفرينها شويه شيتس تدي شويه يعني نوليدج كده، يعني حتى كمان ليتر اون هيبقى في شيتس كده فيها بروبلمز وحاجات ممكن يتعمل منها مسائل امتحانات يعني. فده كان شيت 1 بالنسبه لهم. احنا شيت 1 بالنسبه لنا كان ريفيو على النمبرنج سيستمز. طبعا يعني كان كلام كله اكيد انتوا درستوه قبل كده، بس كان لازم ان احنا ناكد عليه عشان نطمن ان الناس معانا على نفس الجراوند ليفل اللي احنا عايزين نبني عليه. ف هوبفلي تكون الناس استفادت من النمبرنج سيستم شيت، ونكون يعني الاوتكمز اللي كنا عايزين نطلع بيها ان الناس تبقى فاميليير مع الباينري ريبريزنتيشن والهكس ديسيمال ريبريزنتيشن رازر ذان الديسيمال. الناس دايما بتفكر بالديسيمال، لكن الباينري والهكس ديسيمال هم بعيد عن ادراك الناس شويه. فاحنا لا، بروجرامرز بوينت اوف فيو لازم ابقى عندي السنس بالارقام دي. تاني حاجه كمان الباينري اوبريشنز انكلودنج الاديشن والسبتراكشن، واتكلمنا برضو عن الاوتكمز اللي بتحصل من الاديشنز والسبتراكشن. اي اوبريشن جنرالي بتبقى ريفلكتد على فور فلاجز اللي هم ايه، الان زد في سي نيجاتيف زيرو اوفر فلو اند كاري. واتكلمنا طبعا ازاي نعرف ان في اوفر فلو حصل، وايه ايه الحاجه اللي بيانديكيت عليها الاوفر فلو بتاعي. وكلمنا طبعا على الادريسنج، وكلمنا زي نحسب ادريسيز والستارت اوف اند اوف ميموري بلوك لما يكون عندي الميموري سايز، ولما يكون واحد من الثلاثه فاليوز دول مش موجود نقدر نحسبه من التو اذر فاليوز ازاي. يعني معانا النهارده في الشيت كده زي ممكن نقول سيستم هو الكتريك هيتر زي ما انتم شايفين. الالكتريك هيتر ده ممكن نعتبره ان هو في embedded systems أو embedded controller للwater heater ده. زي ما انتم شايفين في ال hot water out وال cold water in، وفي ال heating elements أو تبقى ال high resistance coils اللي هي لما بيجي لها power electrical بتبدأ تطلع ايه heat energy فتسخن المية في التانك بتاع السخان. control برضه بينترفيس مع الهيتنج اليمنتس والثرمومترز والتمبريتشر سيت بوينت نوب اللي موجوده على ايه جسم السخان. فهنا ببساطه شديده يعني ايه، احنا بنفكر من وجهه نظر الامبيدد سيستمز. الناس سامعاني، انا مطلع لي ان في باد نتورك كواليتي، لو صوتي بيقطع قولوا لي عشان لو في حاجه عايزه تتعاد. ان لاحظت في لاحظت في ريكوردينج ان في الاوقات اللي انتوا كنتوا فعلا بتقولوا ان فيها صوت بيقطع، كان الصوت بيقطع فعلا يعني، وكان في تاخير في كتابه القلم. فلو في اي حاجه فعلا محتاج ان انا ارجع عليها يا ريت تقولوا لي ارجع عليها. طيب هنا بيقول لك فكر من وجهه نظر انك embedded systems developer. السيستم ده ايه الانبوت ديفايسز بتاعته، ايه السنسورز في السيستم. طبعا الناس كلها يعني ايه، هنا الناس اللي قاعدين قدام ميكاترونكس ففاهمه يعني ايه سيستم، ويعني ايه سنسور، ويعني ايه اكتويتر. وطبعا الانفورميشن بروسيسنج سيستم اللي هو اللي بياخد انبوت من السنسور وياكت بيه على الاكتويترز بتاعته. فالناس اكيد فاهمه يعني فكره الانبوت ديفايس والاوتبوت ديفايس. فايه الانبوت ديفايسز للامبيدد سيستم بتاعنا هنا؟ الثرمومتر. طيب جميل، وايه كمان؟ حد شايف ان احنا عندنا سنسور اذر سنسور نقدر الامبيدد سيستم يعرف منه يبقى input ليه عشان يعمل control على أساسه؟
التمبريتشر سيت بوينت بالظبط، الدايل بتاع السيت بوينت بالظبط، النوب اللي احنا بنعمل منها سيليكشن للسيت بوينت بتاعنا. فاحنا بيزيكالي كده ال انت بنعمل ايه هايدنج لل فاليوزر كنترول تمام ديزايرد فور ذا تمبريتشر اوف ذا ووتر وايه التو ثرمومترز تمام. ده ايه الانبوت ديفايس. طبعا هو السكشن زي ما انتم شايفين المفروض يبقى ديسكشن يعني، فانا ما عنديش مشكله طبعا افتحوا المايكس عادي واللي عنده ايه اي حاجه انا ايه كانبوت يقولها. طيب ايه الاوتبوت بتاع السيستم؟ مين شايف كده ايه اللي ممكن يكون عندنا اوتبوت من السيستم؟ الهيتنج اليمنت وال وايه كمان الفلو ممكن ده ممكن. لا الفلو ده ملوش دعوه بالامبيدد سيستم بتاعنا. والكولد برد والايه الكولد عشان بيعادل يعني، عشان لو هو زادت عن حاجه معينه يقللها. ايه ايه هو الكولد ووتر يعني قصدك ولا لا؟ هو اكشوالي اي حاجه ليها دعوه بالثيرموداينامكس او الهيت ترانسفير بتاع السيستم، هو الامبيدد سيستم مش متدخل فيه الا عن طريق الهيتنج اليمنت تمام. لكن هو ملوش اي كنترول يعني، الميه دي مش انبوت ليه والميه والهوت ووتر دي مش اوتبوت ليه، فهو ملوش اي كنترول الحته دي. انما ممكن نقول مثلا من ضمن الاوتبوتس للسيستم ان هو يبقى فيه يوزر ديسبلاي يديسبلاي السيت بوينت، زي مثلا السخانات اللي بيبقى فيها ايه 7 سيجمنت ديسبلاي. حد فيكم شاف الكلام ده؟ او ممكن مثلا سخان عليه ذات كده انالوج مثلا فيوزر ديسبلاي. فانا ايه الاوتبوت؟ هو اللي هو الهيتنج الباور كنترول للهيتنج اليمنت و اليوزر ديسبلاي لو انا بديسبلاي الاكتوال او سيت بوينت تمبريتشرز. لكن الووتر كاين وكاوت لا، انا ممكن مثلا لو في الكتريك فالف، وده مش موجود جنرال في سخانات البيوت، لو في الكتريك فالف بيقفل الانبوت او بيقفل الاوتبوت ان ذيس كيس اقول ماشي. لكن اكشوالي مفيش حاجه الكتريكالي اوبريتد للفالفات بتاعه السخان. هتلاقي حتى السخان مثلا الكهرباء مشهور مثلا في الاوت بتاعته في تشيك فالف، فالف تسمح الفلو في اتجاه واحد، لكن لكن مفيش الكتريكالي اوبريتد فالفز. حد عنده اضافه زياده في الاوتبوتس؟ هو يعني الاختيار بتاعنا في السيستم هنا بسيط جدا، فمش هتلاقي فيه اي حاجات كتير يعني تضاف يعني طبعا. فزي ما قلنا ان الديسبلاي ده يعني يعتبر اوبشنال يعني، وطبعا ما اظهره لكش في السيستم بلوك دايجرام هنا. فهو انت بتحتاج ديسبلاي للتمبريتشر اوتبوت بتاعنا. طيب name up at least two safety features to include and specify what hardware or software is needed for each. حد يدينا سيفتي فيتشرز كده ويقول ايه الهاردوير والسوفتوير اللي احنا ممكن نحتاجه لكل سيفتي فيتشر. انتوا جايين مستويين من المحاضره غالبا، او ما كنتوش عاملين حسابكم تصحوا بدري. ممكن ان انا اعمل سيفتي يعني دي موجوده في زيت كتير ولا هقولها من نفسي؟ يعني خلينا كده نسمع الانوفيشن بتاعنا ده سيكشن ديسكشن يعني. يعني ان هو التمبريتشر ما يزيدش عن درجه معينه يعني، بحيث ان المايه ما تبقى هي سائله، او يعني لو حسب ده مثلا الكتريك ووتر هيتر فما تبقى هي ما تاذيش الانسان. تمام. طيب ايه السوفت وير والهارد وير اللي احنا ممكن نبقى محتاجينه؟ الهارد وير محتاج عندنا اوريدي عندنا تمبريتشر سنسور، ف محتاجين بقى سوفت نعمل كنترول بحيث ان هو لو لما يعدي التمبريتشر دي يبقى في لوب بتاعت كنترول يعني، لما يعدي تمبريتشر معينه يفصل الايه الالكتريك هيترز. تمام.
طيب خلينا نشوف كده ايه السيفتي فيتشرز اللي هو اقترحها. تمام، اوفر تمبريتشر زي ما زميلتكم قالت، السوفت وير ايه هيمونيتور التمبريتشر اند ديتكت ات اف ات از اوفر رينج، فلو فوق تمبريتشر معينه يبدا يفصل ايه الهيتر. لو في اوفر بريشر فالسوفت وير ممكن يمونيتور ايه الاوفر بريشر ده، عشان ده يعتبر ايه فيسل، فلو البريشر عالي ممكن ايه دامج للفيسل، فممكن نضيف اديشنال بريشر سنسور ويبقى طبعا معاه سوفت وير يكونترول الايه البريشر. ديتكت امتي تانك، ودي من الحاجات المهمه جدا. لو انا التانك عندي امتي نتيجه ان الميه قطع مثلا، فانا هفضل مشغل الالكتريكال هيتر بتاعي كده ايه هكونسيوم باور على الفاضي يعني. تمام، فانا بحط ايه بريشر سويتش اعرف منه هو في بريشر ولا لا، على حسب طبعا في فلويد ولا لا، وبعد كده السوفت وير ديتكت ايه if water temperature is changing when the heater switches ايه on or off. تعرفين طبعا ايه يعني الميه ليها هيت كاباسيتي اعلى من الهواء، فممكن بالفيتشر دي ابدا اعرف برضو اذا كان في ووتر جوه التانك ولا لا. طيب مش ممكن في كمان الفلو ريت برضو المفروض ان انا اتحكم فيه صح؟ اكشولي طبعا ايه الموضوع ده بيعتمد على ضغط الميه اصلا في الخط، يعني هو ممكن يبقى ضغط الميه اصلا قليل، فانا استخدم فيتشر ان انا اديتكت الفلو ريت برضو ان انا اعرف هيبقى في ضغط ميه ضعيف على الخط، فاعرف ان انا ما شغلش السخان لو ضغط الميه ضعيف مثلا. لكن اتحكم في الفلو ريت دي في الاخر انا عندي حنفيات اصلا، هو الاوتبوت بيطلع في خط ميه والحنفيه بتحكم في الفلو ريت بالايه بالنوب بتاعت الحنفيه، فهنا مش هيبقى ليها لازمه صح ولا ايه رايك؟ لان كده كده في اذر كنترول يعني. تمام، هو ممكن مثلا لو على اساس ان السخان ده مثلا هيبقى فيه زي تانك كده مثلا، بحيث ان هو لو الفلوريت اوريدي جاي قليل بس اليوزر عايز فلوريت يعني عايز كميه اكتر او كده، ف مش عارفه يعني انا بتكلم على حته مثلا ده يبقى اوبشن زياده او كده، بس ما اعرفش. في الحاله دي بقى هنحتاج هاردوير اكتر، يعني مثلا ايه انا في الاخر ده تانك، الفلو اوت بيبقى ايه يعني الماكسيمم بتاعه هو قد الفلو ان. تمام، فما اقدرش ان انا ازود الفلو ريت عن الان فلو اللي داخل لي التانك بتاعي، فالحل بتاع الموضوع ان انا ايه احط بامب بقى، ان انا لو عايز اعلي الفلو ريت فاحط بامب ترفع الفلو ريت، فكده بقى ايه زودنا السخان بقى بتاعنا بقى ايه حاجه كده اقوى بكتير. بس اتس اوكي okay. يعني حلو كويس ان احنا نفكر ان احنا نزود في اوبشنز السخان يعني. طيب خلينا نروح على النقطه اللي بعدها، describe a useful feature which could you add in software without requiring additional hardware. ايه ال useful feature اللي انا ممكن من غير ما ازود hardware استخدم السوفت وير فيها، يعني الهاردوير اللي قدامي ده اللي احنا اتفقنا عليه انا عايز بقى ايه ازود يوسفل فيتشر بالسوفت وير للسخان. حد يقول لي كده اقتراح؟ الاقتراحات كتير يعني. حد انا ممكن مثلا لو لقيت ان درجه الحراره زادت عن ليميت معين ابار اوف اخليه يعني يخلي البار بتاعه يفصل. طيب دي سيفتي فيتشر اتكلمنا عنها، تقدر تدلعني بقى يعني ايه؟ احنا اتكلمنا على الاسينشال سيفتي فيتشرز خلاص، عايزين نبعد على السيفتي فيتشرز شويه وعايزين حاجه دلع يعني. اي او تي بقى وكده يعني ده حاجه كويسه يعني. هنا ممكن هو ده فعلا لا دي كانت حاجه تانية. ده فريز بريفنشن، ان هو في الستاند باي مود ما بيبقاش الهيتر شغال، فممكن الووتر تكون لحد ما تفريز. لكن اي او تي دي ليتر هنتكلم عنها فدي مثلا دي فيتشر ممكن بنفس الهاردوير
تقدر تخلي الايه، تخليها فيتشر في السخان، فيس بريفنشن. طبعا احنا هنا حاجه زي كده، مشكله زي كده عمرنا ما هنفكر فيها، ان احنا اصلا عمر ما الايه، ما الميه عندنا اصلا بتتجمد يعني في المواسير، لكن الكلام ده بيبقى على الدول البارده جدا يعني. طبعا بيتكلم ان السخان محطوط اوت دور، مش محطوط ان دور، يعني مش زي السيفتي الغريب اللي احنا عايشين فيه ده، السخانات عندنا عايشين معاها عادي وان دور وبتفرقع والقصص الغريبة اللي احنا عايشينها. في حد كان عايز يقول حاجة؟ انا كنت اقول مثلا ان هو يبقى في انتر اكشن شويه بينه وبين الشخص اللي هيستخدمه، دي لو تعتبر فيتشر يعني. هو يعني مثلا عند درجات معينه من الحراره ان هو يبتدي يقول له، يحذره وهو يتكلمه، انت عايز فعلا كده يعني؟ هو ممكن يكون عايز درجات عاليه على حسب. طيب ايه رأيكم في الـ number 5، الـ point number 5 دي، هي دي اللي ممكن تبقى reflecting معاكم على الموضوع ده. احنا عايزين two useful energy saving features which could you add in software if the controller could help tracking the time of day. هو في حد بعت حاجة صح؟ أحمد سمير، حد عمله admit ولا عملوا ادمت ازاي؟ طيب تمام اوكي. هنا بقى يعني ايه، هو عايزنا نتكلم على الانرجي سيفنج فيتشرز فعلا، تمام؟ اللي احنا نقدر نضيفها if the controller could keep tracking the time of day. لو كنترولر عندنا يقدر يشوف التايم اوف ذا داي، يقدر يعرف هو الساعه كام دلوقتي. بيستخدم موديول، حد يعرف كده او حد سمع عن اسمه، اسمه RTC Real Time Clock. حد استخدمه قبل كده؟ طب حد او حد اشترى ال RTC موديول ده؟ لو خدتوا بالكم هتلاقوا ال RTC موديول ده اصلا powered externally، يعني هو بيبقى موديول مع اي مايكرو كنترولر، والموديول ده بيبقى عليه its own battery. ليه الاون باتري موجوده عليه؟ عشان لو في اي ظرف الكنترولر بتاعي الباور فصلت عنه، الريال تايم كلوك دي تفضل تعد الساعه من غير اي مشاكل، وتفضل ايه الساعه بتاعتها شغاله زي الريال تايم كلوك اللي موجوده في الكمبيوتر بتاعك. حد عايز يديله ادمت ولا خلاص كده تمام؟ طيب نكمل. مين يقدر يديني energy saving feature لو controller عندي في real time clock module؟ حد عنده كده تخيل؟ مهندس مثلا ما بيشتغلوش. نعم؟ ممكن solar panels. solar panels. انت عايز تعمل solar panels دي يعني مثلا دي باور سورس، ولا انت قصدك انك تعمل تراكنج بالسولار بانلز عن طريق تايم، فانت عارف زاويه ميل اشعه الشمس على حسب التايم، فتبدا تعمل تراكنج؟ هو مش حضرتك قصدك يعني ان احنا ازاي نقدر يعني نسورس باور عندنا، ولا قصدك ايه بالظبط السؤال ده؟ لا 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 لا، احنا بنتكلم من وجهه نظر الامبيدد سيستمز، ازاي نخلي بتاعنا يديني باور سيفنج فيتشر بنفس الهاردوير بتاعنا. ممكن مثلا لو انا بنام 12 ل 6 مثلا، فاللي هو خليه ما يشتغلش في الفتره دي. ممتاز، برافو عليك. تمام، هو ده التارجت اصلا اللي هو بيتكلم عنه هنا، ان انا ايه يوز تايمر تو ادجست سيت بوينت. لو انا ايه ليت ووتر كول داون ات ميد نايت اند ستارت تو هيت ايه من 6 اي ام، تمام؟ فمثلا لو فده ايه انا لو عندي فعلا اكسس على كلوك واقدر اعرف التايم بتاعي، او مثلا ان انا ايه يوز تايمر تو هيت ووتر وين الكتريستي از ليس اكسبنسيف. دي مش عندنا بصراحه يعني العمليه، القصه دي مش يعني في بعض الدول هتلاقي بيبيع لك كيلوات الكهرباء
ارخص في الاوقات بعيد عن وقت الذروه، عشان وقت الذروه بيبقى ايه احمال اكتر على الشبكه، فتلاقي ايه فيغلي عليك كيلووات الكهرباء. لكن بره الاوقات الذروه هتلاقي ايه ان هو بيبيع لك الايه الكيلووات ارخص مثلا. فهو بقى ايه يبقى عارف الاوقات اللي هي الكيلووات فيها ارخص، يكون مسخن فيها الميه، هو الهيتر بقى يشتغل هنا عشان يكيب الميه تبقى هوت لما نخش في وقت الذروه. فدي فيتشر طبعا ايه عمرنا ما هنفكر فيها، عشان ايه الدنيا عندنا مش ما فيهاش الحسابات اللي هي المعقده بتاعه الباور زي بره كده. حد عنده اضافه يقدر يضيفها عشان الباور كونسومشن؟ عشان احسن الانرجي سيفنج. طيب اخر حاجه معانا، describe a useful feature which could you add in software if the water heater included an internet connection. هنا بقى كان في حد كده فكر في الموضوع ده، ها لما يكون عندي انترنت كونكشن ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها عشان ما شاء ممكن الله مثلا حد يجيله بيطلب حد. notification على موبايل ان هو سخن الميه. ماشي، ما تديني فيتشر احسن بكتير من كده. اقدر ان انا احدد السيت بوينت اللي انا عايزها السخان يوصلها مثلا. ماشي، اديني فيتشر اظرف من كده برضه. ممكن اخليه يعني اديله اوردر ان هو يبدا يسخن المايه لو انا متحرك من الشغل مثلا راجع على البيت. بالظبط كده، او مثلا يتراك اللوكيشن بتاعي، فلو قربت من البيت يبدا يسخن المايه عشان اعرف ان انا لما هرجع استحمى مثلا. تمام، ممكن يكون في نسبه بين درجه الطقس ونسبه الهيتنج اللي هو بيعملها يعني. يا سلام عليك، ممتاز برضه، ده اوبشن ظريف جدا. فانت وجود الانترنت كونكشن ده ممكن يضيف لك حاجات كتير، هي من ضمنها انك ايه ريموت كنترول اند مونيتورنج اوف ووتر هيتنج. تمام، او allowing باور كومباني تو شوت داون ووتر هيتر تو ريديوس باور بيكس ريكويرمنت. مثلا ان انا ايه على حسب الباور كومباني مثلا ايه لو انا الكونسومشن بتاعي اعلى، فايه هي بقى اخد نوتيفيكيشن بقى من الاستهلاكي. تمام، واعرف ان انا ايه اقلل الاستهلاك خالص مثلا لو لحد ايه ما الشهر الجديد يجي. انت عارفين طبعا ان ايه بيبقى ليك مثلا نسبه معينه من الطاقه بتبقى مدعمه مثلا والباقي ايه مش مدعم. فلو انت استهلاكك عدى الفتره المدعمه مثلا تبقى ايه تبدا بقى تكونسيوم اقل كده يعني. فيتشرز كتير قوي تقدر تضيفها بالانترنت. طيب اتمنى يكون الشيت ده حقق التارجت بتاعه. هو ببساطه شديده هو عايزك انك تفكر في اي سيستم من وجهه نظر امبيدد سيستمز، انك الباور بتاعت الامبيدد سيستمز انك تقدر تقعد تضيف فيتشرز، ممكن تكون سيفتي فيتشرز، ممكن تكون فانسي فيتشرز، ممكن تكون باور مانجمنت فيتشرز، بس في الاخر هي فيتشرز مش بتحتاج ماتش هاردوير تو بي ادد. فببساطه شديده الامبيدد سيستم بيديك فلكسبيليتي في السيستم بتاعك. عايز كده اديكوا انترودكشن سريعه كده ريليتد برضو باللي احنا اتكلمنا عنه، هو انترودكشن للامبيدد سيستمز سوفت وير بوينت اوف فيو. لحد دلوقتي كنا بنتكلم عن الامبيدد سيستم جنرالي والاركتكتشر بتاعه وهو من جوه عامل ايه كهاردوير، لكن احنا عايزين ناخد الموضوع على سوفت وير بوينت اوف فيو. حد فيكم سمع قبل كده عن كلمة embedded C؟ حد يعرف ايه هي ال embedded C وايه الفرق ما بينه وبين ال C العادي؟ بس ما عندي هو مش ال embedded C ده اللي هو انا بتعامل مع register اكتر يعني؟ بالظبط كده، يعني هو ال embedded C هو بيخضع لل C programming standards. تمام؟ يعني ما فيش اي اختلاف ما بينه وما بين السي بروجرامينج جنرالي. فاحنا لو عملنا براكتس كويس على السي فاحنا نقدر نكتب امبيدد سي. انما ايه الحاجات الزياده اللي ببص عليها وانا بتكلم ان انا ايه عايز اتعلم امبيدد سي؟ ان انا بتعامل مع هاردوير اكتر، ولازم اعرف السي كود بتاعي ريفلكتد على ايه. باي ديفولت كده هتلاقي
في البروجرامينج كورسز اللي انتوا بتاخدوها محدش بيتكلم كتير قوي على الهاردوير، لكن انا في الامبيدد سيستمز بروجرامينج انا اصلا كل التعامل ما بيني وما بين اي حاجه هو هاردوير. انا عايز اريفلكت الكود بتاعي على هاردوير. فغير كده كمان ان الامبيدد سيستم بطبعه هو سيستم ليميتد، ليميتد في الريسورسز بتاعته. ازاي ليميتد في الريسورسز بتاعته؟ يعني انا بكير جدا على حجم الكود بتاعي. هل انت متوقع منك انك لما تيجي تكتب كود ما تبصش هو الكود هيبقى حجمه قد ايه؟ لا لا، ما هو كده كده اصلا الروم بتاعتي كبيره. لا، انت رحت اخترت مايكرو كنترولر معين عشان الروم بتاعته حجمها مناسب. مناسب ليه؟ للابلكيشن. طب ما انا اروح اجيب مايكرو كنترولر الروم بتاعته كبيره، يبقى انت كده هتصرف فلوس اكتر. هو انت لما هتعمل امبيدد سيستم هو انت هتعمله لنفسك ولا هتعمل منه ماس برودكشن بعد كده؟ فانت في الديفلوبمنت فيز لازم تكون مختار الحاجه اللي هي سبيسيفيك للابلكيشن بتاعك. فعلى قد ما تقدر تكون ايه، تليميت الريسورسز عشان تليميت البرايس، عشان البرايس بعد كده ايه يديك برايس احسن وانت بتبيع البرودكت بتاعك. ما تروحش تجيب مايكرو كنترولر عالي وامكانياته عاليه وانت في الاخر عامل ابلكيشن صغير جدا. يبقى انت ليه تجيب حاجه صرفت فيها فلوس كتير وهي مش انت مش مستخدم فيها كل حاجه؟ هو ده الفكر بتاع الامبيدد سيستمز ديفلوبر، ان هو دايما بيتعامل مع ريسورسز انها قليله. الريسورسز من وجهه نظر ايه؟ من وجهه نظر الميموري ريسورسز، من وجهه نظر الكمبيوتيشنال ريسورسز. انا لما اكتب كود يكون اوبتمايزد فيديني امبلمنتيشن اسرع، الكلام ده بقى ان شاء الله هنشوفه مع بعض نيكست تايم، ان لما اكتب كود يديني امبلمنتيشن اسرع او يديني حجم سطور اقل فيديني امبلمنتيشن اسرع، صح كده؟ فانا عايز الريسورسز بتاعتي تكون مانجد as much as I can. فالإمبيدد سي بيخليني ان انا دايما افكر في هذا الموضوع، وان انا دايما لما اجي اكتب كود اتشيك كده وانا بكتب الكود ما اذا كان هذا الكود بيوفي الاحتياجات بتاعتي ولا لا، من وجهة نظر الكمبيوتيشن ومن وجهة نظر الميموري يوزج. ان شاء الله هنعمل كام براكتس كده سي بحت، من غير ما ننزل لليفل امبيدد، ناخد بروجرامز كده بسيطه سي، زي مثلا اكتف فانكشن بتاعه برايم نمبر، او فانكشن مثلا تعمل سايكليك سوابينج. هتفتكر الموضوع ايه؟ يعني ايه اللي انت جاي تكلمنا فيه ده؟ هو انا مش جاي اكلمك في السي قد ما بكلمك في الكومبايلنج بتاع السي، زي مثلا ممكن بعض الحاجات تكتب مثلا فيها كود انت من وجهه نظرك ان هو صح، تلاقي الكومبايلر لما لقاك انك بتعك او بتكتب حاجات مش منطقيه يمسح الكود بتاعك. فانت بقى اتفرج على نفسك في الديباجنج، اقعد اعمل ديباجنج من هنا لبكره مش هتعرف تلاقي المشكله. ليه؟ ان الكود بتاعك اصلا جزء من السطور بتاعتك الكومبايلر مسحه ومش معترف بيه. فهنتكلم على شويه الحاجات دي ان شاء الله. لكن طبعا قبل ما نبدا كده لازم ناخد كده ايه هنت عن البيلد بروسيس. حد سمع قبل كده عن البيلد بروسيس؟ ايه هي البيلد بروسيس؟ باشمهندس، هو مش جاري ان يعني الكود مثلا بيتحول من صوره للثانيه عشان خاطر يبقى ينزل اللو ليفل؟ بالظبط، هو المنظر اللي قدامك ده هو البيلد بروسيس. انتوا طبعا شايفين معايا الماوس، صح كده؟ حد فيكم قبل كده فكر ايه اللي بيحصل بعد ما انا بخلص التكست اديتنج على السيد تكست اديتور؟ يعني انتوا اشتغلتوا قبل كده بروجرامينج مثلا سي بلس بلس، قعدتوا على الفيجوال ستوديو. الفيجوال ستوديو ده عباره عن ايه؟ بنسميه ايه؟ ايه البرنامج ده؟ بيتسمى اي دي اي. يعني ايه اي دي اي؟ انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، صح كده؟ انا عشان اعمل اي بروجرامينج بروجكت انا مش بس بيبقى البروجرامينج سوفت وير بتاعي هو عباره عن تكست اديتور، لا هو مش جاست تكست اديتور، هو ما وراء التكست اديتور في شويه حاجات بتحصل انها تجنريت بعد كده الكود في صوره الايه الماشين لانجويج اللي هي الزيروز اند وانز اللي بتبقى ريتن على الروم بتاعه
المايكرو كنترولر بتاعي او المايكرو بروسيسور بتاعي. فبعض الناس تقول عليه كومبايلر، بعض الناس تقول عليه تكست اديتور، لكن هو في الاخر انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، في كذا موديول، كذا سوفت وير موديول بيبداوا يخرجوا الكود في الصوره النهائيه بتاعته اللي هي الماشين كود بتاعي. فبيبقى ستارتنج فروم التكست اديتور بتاعي. تكست اديتور هو حاجه زي النوت باد كده، بقعد اكتب عليها تكست وبسيف منها التكست بتاعي في صوره either .c file او .h file. طبعا احنا بنتكلم على الـ embedded C generally يعني، فاحنا بنستخدم C files او H files. الناس عارفة C files صح؟ C files اللي هي بيبقى مكتوبة فيها الـ C codes. الـ H files، حد سمع الـ H files قبل كده؟ دي اللي بيبقى فيها الـ headers، الـ headers بتاعتي. فهي ايه؟ .h. بتخش على البريبروسيسور. البريبروسيسور بيبدا يعمل ايه؟ يبدا يشيل اي هيدرز انت حاططها ويبلس مكانها الديفينيشن بتاعها. هنوضح العمليه دي كلها ايه ستيب باي ستيب قدام مع بعض، لكن انا بس ايه جاست بديك انترودكشن من الصوره اللي قدامي. برضو هو في الاخر بيطلع لي دوت بري فايل. البري فايل ده هو فايل مجمع الحاجات من السي والاتش اللي هي في الاخر can be implemented into a code. ان بعض الحاجات بتبقى just hash defined، فبيبقى البريبروسيسور الكيورد اللي بيسيرش بيها هي الهاش. اي هاش يشوفها فمعناها ده بريبروسيسور instruction، هو هيعمل لها replacement within الكود بتاعي. فالبري فايل ده هو الفايل اللي انا ببدا منه الكومبايليشن. كومبايلر بقى يبدا ياخد البري فايل بتاعي ويطلع اوبجكت فايل. الاوبجكت فايل هو صوره ممكن نعتبرها قبل نهائيه للماشين كود. ممكن بعض الاي دي ايز بيبقى كومبايلر بيطلع دايركت الايه الماشين كود بتاعي، بس لازم يستنى خطوه بتاعه اللينكر اللي هي بيبقى ليها علاقه بال تبقى هاردوير سبيسيفيك. بس خلينا الاول ان انا الاوبجكت فايل هو في الاسامبلي كود او الماشين كود اللي هي جاهزه تكون على الروم بتاعه المايكرو كنترولر بتاعي. ليتر اون انت ممكن تكون مستخدم اذر كودز في لايبريز، فانت عندك فايلز موجوده في صوره دوت لايبرري او دوت ليب، تمام كده. دي بتبقى كودز محطوطه، حد مثلا عاملها، المانيفاكتشر عاملها، وهنشوف الموضوع ده مع بعض ان في لايبرري خاصه بال NXP بورد بتاعتنا اسمها CMSIS library، تمام. هنبدا ان احنا ممكن نستخدم منها حاجات. فان ذيس كيس لازم ان احنا نانديكيت ان في دوت لايبرري فايل احنا هنستخدمه. مين بقى اللي يجمع السي كودز اللي موجوده في اللايبرري فايلز دي؟ هو اللينكر. كمان اللينكر بيعمل حاجه ثانيه، في عنده فايل اسمه دوت ال دي اللي هو لينكر دايركتيف. ده بيبقى فيه الهاردوير مابينج الخاصة بالمايكرو كنترولر بتاعي. فكل مايكرو كنترولر ليه اللينكر دايركتيف بتاعته. فالاوتبوت بتاع اللينكر بيكون ايه؟ بيكون تو فايلز، الدوت باينري فايل او دوت هكس فايل. دي بتبقى الفايل اللي مكتوب فيها الماشين كود ان زيروز اند وانز او ان هكس، ده اللي بيتحرق على الروم بتاع المايكرو كنترولر. ودوت ماب فايل، ان مش بس دور الكومبايلر ان هو جاست ان هو بيجنريت الماشين كود، ده في بعض الحاجات زي مثلا تعريفاتك لما تقول مثلا int x equals 1. طيب ما هو x ده variable ولا constant؟ لو انت عملته معاملة الكونستانت فهو يحطه في الروم، لو انت عملته معاملة الفاريبل فهي لازم يشوف الفاريبل ده هيبقى allocated فين، ودي حاجة هنتكلم عنها قدام. فالكلام ده المفروض يبقى اللينكر عارفه، وهو اللي هيطلع على اساسه ايه الدوت ماب فايل، يبدا يالوكيت الفاريبلز مثلا الستاتيك بالنسبه لي، يبدا يالوكيت الكونستنتس في الروم. لكن طبعا الحاجات الدايناميك بتبقى سوفت وير ديبندنت. طيب احنا يعني قلنا على البري بروسيسور في الانترودكشن، مش عايز اقول عليه اكتر من كده، لكن هو في الاخر دوره ان هو just text replacement.
يعني دي ده كده اختصارا كده دور البري بروسيسور جاست تكست ريبليسمنت، والكي وورد بتاعته ان هو بيقعد يدور على الهاش في اي حاجه فيها هاش، فده بري بروسيسور ايه انستراكشن. الانبوت بتاعه بيبقى دوت سي ودوت اتش، والاوتبوت بتاعه بيبقى ايذر دوت اي او دوت بري ديبندنج على الاي دي. في اي دي اس بتطلع دوت اي، وفي اي دي اس بتطلع دوت بري، وده ما بيكونش فيه اي بري بروسيسور دايركتس. هو البري بروسيسور والكومبايلر واللينكر ده دي عباره عن برامج يعني؟ بالظبط، دي سوفت وير موديولز انتجريتد مع بعض في برنامج، البرنامج ده بنسميه اي دي اي. اتفضل. هو الفرق ايه مثلا لما انا اجي اكتب الكود بالسي و البايثون مثلا او اي لغه تاني، هل هي بتختلف في العمليات دي؟ طيب ده سؤال جميل جدا. هو يعني انت بتقارن السي بالبايثون صح كده؟ يعني مثلا البايثون يعتبر يعني higher programming language. However ان اي لغه اي programming language لازم بتتحول into machine code عشان تبقى implemented على البروسيسور. البروسيسور ما بيفهمش البروجرامينج لانجوجز بتاعتنا اللي هي مور انجلش اصلا. يعني هتلاقي السي كود او البايثون كود او الجافا او حتى الماتلاب كودز، دي كلها كودز ايه يعني انجلش، هي 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 مور لايك انجلش او بنسميها structured text. تمام، ان هي حتى لما بتكتب equations هي اقرب للequations اللي انت بتكتبها في الماث، فدي higher programming languages الكمبيوتر ما بيفهمهاش، فلازم تبقى يعني compiled وassembled عشان الكمبايلر يحولها لassembly والassembler يحولها لايه لماشين كود. اوكي، فلازم بيعدي نفس السيكونس. انما يعني احنا ليه بنقول ان البايثون is higher programming language than C أو more advanced، إنها فيها شوية abstractions. C مش عامل لها abstraction. أو ممكن ناخد مثال بالماتلاب. أنت في الماتلاب بتيجي تعرف variable تقول عليه integer أو تقول character أو تقول long أو كده، ولا بتقول x equals 1 أو على طول وبعد كده تقعد تقدر في الx صح ولا لأ؟ فهو automatically بيجنريت إيه الvariable. لكن أنت ال C بما إنه هو بدائي أكتر وكانت عمل قبل ما الحاجات دي تتعمل، فهو ايه زي المقارنه ما بين عارف انت المسدس ابو ساقيه والماشين جان، هو كده بالظبط. فالسي هو بدائي اكتر، صوره بدائيه للبروجرامينج لانجويجز دي. تمام، فبيزد ان هو صوره بدائيه فبيديك مور كنترول، عشان كده الناس بتحبه في الامبيدد، عشان بيديني مور كنترول على الهاردوير اللي الريسورسز بتاعته ليميتد. تمام، بيديني ازاي كنترول اكتر؟ بيديني ازاي كنترول اكتر؟ انك مثلا زي ما قلنا مثلا في الماتلاب انت بتعرف variable ومش بتحدد السايز بتاعه صح، ولا بتحدد هو هيتحط فين في الميموري. لكن انت ممكن عن طريق السي تبدا تعمل الكنترولز دي، تبدا تقول variable ده ايه وعايز تحطه في انهي مكان في الميموري. فهمت قصدي؟ يمكن بس الكلام مش واضح لك قوي عشان ايه لسه هنعمل براكتس على الموضوع ده، واقول لكم مثلا لما نعرف الفاريبل هنا هيظهر فين، ولما نعرفه في مكان فرق سطور بس يظهر في حته تانية خالص. تمام، فهتحس ان السي يديك مور كنترول على الهاردوير بتاعك. لذلك انا كامبيدد سيستمز انجينير افضل ان استخدم السي. ليه؟ ان انا اقدر اكنترول الريسورسز بتاعتي اكتر. طب لو نفس الكود مثلا كتبات بايثون مثلا عدد السطور ممكن يكون اقل او كده، فده يفرق معايا في الاسمبلي؟ بس هو المعنى بتاعه نفس الكود تاني في السي. يعني انا برضو مش هقدر افتي في حاجه زي كده. يعني ايه تعتمد على البروجرامينج انفايرمنت، بس somehow انا اعتقد ان اي حاجه written in more higher language فال يعني ايه الكومبايليشن بتاعها يديني عدد سطور اكبر، فهو مش هيكون efficient في البرفورمانس. زي مثلا لو انا قررت ان انا اكتب كود بالاسمبلي انا نفسي
وقارنته بكود انا كتبته سي والكومبايلر حوله الاسمبلي، هتلاقي ان الكومبايلر فرد الكود اكتر في عدد سطور اكتر، عشان الكومبايلر ماشي على رولز معينه في الاسمبلي. تمام، لما تلاقي انستراكشن سي دي بتعمل كذا اعمل كذا، فالكومبايلر مش ذكي، انا سمارتر، فانا لما اروح انا لللور ليفل انا هكون مور افيشنت. عشان كده قلت لكم قبل كده ان الاسمبلي ممكن بيبقى ديزايرد في الابلكيشنز اللي هي البرفورمانس فيها كريتيكال، ان انا ممكن اخاف ان الكود يبقى طويل، فلا انا اثق في نفسي اكتر وان انا اكتبه اسمبلي، فالاسمبلي يقدر يخليني ان انا اعمل ايه الكود مور افيشنت في عدد سطور. فكذلك طبعا ايه بالانالوجي ده اقدر اقارن الحاجات الهاي ليفل اللي هي فيها ابستراكشن عالي قوي للهاردوير، اكيد يعني هي ريحت الانسان في المقابل انها عملت ايه، انها هتديجريد البرفورمانس، يعني ريحت البروجرامر وهو بيديفلوب، بس اكيد هتبقى كومبايلد في عدد ماشين كودز اكتر. يعني as long as ان انا فعلا مش بعرف اكونترول ايه الهاردوير من تحت. فحتى انت لما هتشوف الاسامبلي هتلاقي ان الاسامبلي هو المفروض ان هو مور باورفول. ليه مور باورفول؟ ان هو بيديني فول كنترول على الهاردوير اكتر من السي. فانت لو عايز تبقى ميموري افيشنت وبرفورمانس افيشنت روح على الاسامبلي دايركت. لكن طبعا السي ايه هو الحاجه اللي ماسكه العصايه من النص، اللي انا برضو ايه مدياني شويه كنترول وفي نفس الوقت ايه مسهله عليا الموضوع، مخليه يعني ايه مش كل حاجه هروح افكر فيها في الاسامبلي، لا انا ممكن السي بيبقى اسهل بكتير في التفكير والديفلوبمنت للحاجات بقى الايه مور سوفيستيكيتد. طب باشمهندس معلش سؤال اخير، هو دلوقتي ما دام كده كده انا في السي لانجويج اصلا انا اقدر اكسس الريجسترز، طب ليه هحتاج اصلا يعني ما دام كده كده الاسامبلي هو ترجمه للسي وانا في السي اصلا بقدر اكسس اي ريجستر انا عايزاه، فليه اروح اغير في الاسامبلي؟ يعني هو كده كده الاسامبلي ترجمه لل ده سؤال جميل جدا، بس مع البراكتس يعني ان شاء الله يعني هنعمل براكتس كده مع بعض سي، حتى يعني ايه انا بس هعمل تجربه، لو ما نفعتش بالمايكرو كنترولر بتاعنا فهنعملها بسيميوليتر على مايكرو كنترولر تاني، هبقى جاست بس عشان ايه الناس تعرف السي بروجرامنج عامل ازاي. يعني ان شاء الله دي نيكست تايم، يعني هقول لكم بس ايه السوفت وير اللي هنستخدمه، اعمل بس فاليديشن كده هشوف هو ينفع مع المايكرو كنترولر بتاعنا ولا لا. ان في اي دي اي اسمه اي اي ار ظريف جدا في موضوع السيميوليتر ده شغال بقوه، الكايل بيبقى غلس شويه في السيميوليتر بتاعه وليميتد عشان هو فري فبيبقى غلس، انما لما هنعمل بقى البراكتس اللي بقول لك عليه ده هتشوفي ان في سي انستراكشنز بتقعد تتفرد على اسامبلي انستراكشنز كتير، احنا لو فكرنا فيها كاسامبلي وايز هنقول ايه اللازمه لكل ده. ف وسي انستراكشنز بيزك قوي من ضمنها مثلا اللوبس مثلا، تمام، او الاف كونديشنز، او جاست يعني ايه داتا ترانسفير ما بين الميموري والبروسيسور، فهنلاقي الموضوع مش منطقي شويه في بعض الايه الحاجات، هنلاقي ان ايه ده السي بيفرد الموضوع، ممكن مثلا الكود يتضرب حجمه في 3، تمام، الكود ممكن يتضرب حجمه في 3 بسبب ان هو جاست ريتن ان سي. لكن فعلا هو في الاخر برضو السي هو ايه الاوبتمايزيشن المناسب للهاردوير كنترول، وفي نفس الوقت ان انا يبقى حاجه هاير ليفل لانجويج اعرف اديفلوب بيها ابلكيشنز مور ادفانسد عن ان انا افكر بالاسامبلي. باشمهندس معلش سؤال كمان اتفضلي. لا مفيش مشكله. هو انا لازم اكتب الكود بتاعي عشان يعني لازم الكود يكون موجود مثلا واحاول اقلل فيه عشان اعرف الكمبريسور، يعني ممكن اختار الكمبريسور يعني الكمبريسور بختار او يعني بشوف اللي هو هيبقى مناسب معايا بعد ما اكتب الكود ولا قبلها؟ لا مش فاهم قصدك، ايه معنى كلمه كومبريسور اصلا؟ السرعه بتاعه الكمبريسور هيساعدني في ان انا مثلا لو عندي مثلا برنامج بس انا لسه ما كتبتوش او كده، انا عايزه مثلا اعرف اختار المايكرو كنترولر المعين او يعني السرعه بتاعته دي هتبقى كويسه معايا ولا لا، فلازم يعني
بالنسبه لاختيار المايكرو كنترولر، هو بيكون يعني ايه شغال ان اتريشنز. يعني ايه اتريشنز؟ يعني الديسيجن مش بيتاخد مره واحده. الحمد لله. سوري. يعني مثال، مثلا انا عايز اعمل مثلا روبوت مكنسه بتمشي لوحدها في الشقه، ولما تلاقي حاجه قدامها تلف وايه وتمشي في مسار تاني، تمام؟ تقعد بقى طول ما هي ماشيه بتكنس مثلا. الروبوت اللي انا عايز اعمله ده المفروض اختار له مايكرو كنترولر مناسب. فالاول انا عايز اصلا اديفلوب الايه السوفت وير اللي انا احطه على الروبوت، وتشيك السوفت وير ده شغال ولا لا. فلازم اجيب اي مايكرو كنترولر اتست عليه. فانا ان بالسنس كده اشوف اي حاجه فيها مثلا جي بي اي او موديول عشان تعرف تانترفيس مع التراسونيك. شوف يعني بقول لك اهو ايه الريكويرمنتس. فايه اول حاجه؟ يكون في جي بي اي او موديولز، مثلا يكون في كام بين. انا مثلا تو بينز هانترفيس بيها مع الالتراسونيك، ومثلا هطلع عليه ديسبلاي بليدز، مثلا هيبقى مثلا 5 ليدز بتنديكيت الباتري، يعني خمس لمبات كده مثلا، تمام. ويبقى في انالوج انبوت يقرا من الباور سيركت بتاعه الباتري، فيعرف هو فاضل في الباتري قد ايه عشان يبدا يديسبلاي الباتري بتاعته على الليدز. وعايز لو عايز مثلا ايه كمان، عايز يبقى في كوميونيكيشن مع الموبايل، فاحط عليه يبقى في يو ارت موديول. اول مثلا ان انا ايه اكشولي مش هبقى عارف الروم حجمها قد ايه عشان مش عارف كتبت البروجرام بتاعي، فاختار ايه مايكرو كنترولر في البينز المناسبه دي وابدا ديفلوب من عليه. زي مثلا لقيت ان الاردوينو اونو مناسب، تمام كده. بعد كده عملت ديفلوبمنت وعملت البروتوتايب بتاعي ولقيته مناسب. هنا بقى انا عندي تو اوبشنز، ان انا ايذر ان انا اخد المايكرو كنترولر اللي هو على الاونو ده اللي هو الات ميجا 328 مثلا، وابدا ان انا ايه اشتري منه الاي سيز نفسها، اشتريها دايركت انا من مثلا اي الكترونكس شوب، وايه هو لقيته مناسب فهو خلاص اتس اوكي. هقعد احرق على المايكرو كنترولرز دي واحط جوه السيستم وبيع السيستم ده، او ان انا اروح لشركه اي في ار نفسها اقول لهم يا جماعه انا عملت ديفلوبمنت لبروجرام معين ودي الريكويرمنتس بتاعته، البروجرام حجمه كام كيلو بايت روم، بيستهلك كام كيلو بايت رام، كمان محتاج عدد من البينز معين. فهي تقوم ايه شركه اي في ار تبني لي الهاردوير السبيسيفيك للابلكيشن ده، وابدا ان انا انزل على المايكرو كنترولرز دي الكود بتاعي، شوف هيعملوا لي فيرجن مخصوصه، تمام. وابدا انا ديفلوب الايه الكودز بتاعتي وايه واحطها على المايكرو كنترولرز دي وابيع البرودكت. ده المثال الاقرب للاندستري لما تيجي تعمل كده. فالناس في الاندستري بيبقى في المكتب بتاع الار ان دي بيشتغلوا بحيث ان هم يعملوا بروف اوف كونسبت على الكود، ويبقى شايف ان يطلع السبيكس اللي هي المطلوبه ان الكود يشتغل على اساسها بيرفكت. فيقول انا عايز روم سايز كذا، عايز رام سايز كذا، عايز عدد اي اوز كذا، عايز بروسيسور امكانياته كذا، البلوكينج بتاعه كذا، بس يتاخد يتعمل له البروسيسور ده مخصوص او المايكرو كنترولر ده مخصوص، يتجرب الاول على السيستم، بعد كده لو اثبت نجاحه يبداوا ينتجوا له من المايكرو كنترولر ده بقى ماس برودكشن. هتكون ارخص بكتير ما يروح يشتري اي برودكت موجود، هتبقى بالنسبه له ارخص عشان هو معمول على السبيكس اللي هو عايزها، ويبدا بقى يبيع، تمام. فهو اللي احنا بنستخدمهم دول جنرال بيربز مايكرو كنترولرز، لكن في ابلكيشن سبيسيفيك مايكرو كنترولرز اللي هي بتتعمل بعد مرحله البروف اوف كونسبت. باشمهندس اتفضل. مفيش اي حسابات بعملها اتاكد ان البرنامج اللي هعمله يستحمل المايكرو كنترولر ولا لا؟ لا، في حسابات كتير طبعا، في حسابات تايم عشان البرفورمانس، في حسابات ميموري. يعني هنا مثلا في سلايد هنتكلم عن ازاي تحسب الستاك سايز مثلا، فبيبقى في يعني حاجه بتعملها كده عشان تشوف الماكسيموم ستاك يوزج بتاعت البرنامج بتاعتك قد ايه.
مثلا يعني. فانت لا في ليها حسابات طبعا وليها considerations، بس generally يعني ايه مجال الـ embedded systems عامة مش بينزل للليفل ده قوي، تمام؟ تبقى الناس المتخصصة بتاعة التستنج أكتر، لكن developers بيشتغلوا برضه في higher level. يعني دايما كده هتلاقي إيه إن يعني الحاجات اللي هي الناس اللي اتفقت عليها وعملت يعني وعملتها 100 مرة معمولها abstraction already، والناس دايما بتشتغل في higher level ما بعد الـ abstraction ده. زي مثلا مثال الاوتوسار ستاندرد، الاوتوسار ستاندرد هو عامل ابستراكشن لاير للابلكيشن لاير، هو عامل السوفت وير اللاير اللي احنا بنتكلم عليها بتتسمى امكال اللي هي مايكرو كنترولر ابستراكشن لاير، لكن ابر لاير الناس بتشتغل فيها الديفلوبمنت هي الابلكيشن لاير، وبيبقى فيه انترفيسز ما بين الايه اللايرز دي بتبقى ستاندردايزد، ممكن مش ستاندردايزد مثلا في اسم فانكشن، لا ستاندردايزد اسامي الفاريبلز، انت بتفولو الستاندرد فحتى اسامي الفاريبلز والداتا تايب بتاعت الفاريبلز والحاجات دي. فمن كتر ما هما خلاص الناس عارفه بالبراكتس ايه المفروض يتعمل في الحاجات دي فعملوا ستاندرد للموضوع ده. يعني ال سبت ده ممكن تغنيني عن اللي انا اقعد اجرب كده. لا بس يعني انت طبعا لازم تبدا البروتوتايبنج بتاعك على مايكرو كنترول معين، حتى لو بتشتغل بسيميوليتور لازم انك تبدا تحط الكود وتشوف البيهيفير بتاع المايكرو كنترول ده هيبقى ايه، والكود بتاعك هيبقى اسمبلد لانهي شكل، الاسمبلي بتاعه هيبقى شكله عامل ازاي، ودي حاجات ايه واحنا شغالين ان شاء الله يعني في البراكتس بتاع السي اللي انا عايز اعمله لكم ده. هوريك ان بعض الاحيان السي كود بتاعك زي ما قلت لك ان هو بيتمسح، الكومبايلر يمسحه ان هو مش شايف له اي لازمه ومش شايف ان هو يفضل حاطه يعني، فدي هنشوفها مع بعض ان شاء الله. تمام. طيب احنا ندخل على الكومبايلر. الكومبايلر الانبوت بتاعه هو الدوت بري فايل، وده بيبقى بيور سي ما فيهوش اي هاش ديفاين خالص ولا اي pre-processor directives في الكود. الكومبايلر بيحول الكود ده into assembly، تمام؟ in list and object file، وايه الاوبجكت فايل ده بقى مين اللي بياخده بعد كده؟ اللينكر، فهو بيبقى في الفورم اللي هو .o او object file، بحيث ان اللينكر يبدا ي understand الاوبجكت ده. حتى كمان اللايبريز اللي بتبقى مكتوبه بتبقى محطوطه في صوره object ان هي ايه pre-compiled، بحيث ان هو اللينكر لما يبدا يلم الكودز اللي انت محتاجها من other libraries ياخدها جاهزه ايه للينكينج بتاعه. فهو اللينكر دايما بيستلم مني الكود في الاسامبلي فورم اللي هي الاوبجكت او دوت او فورمات، اللي هو بقى يبدا عشان يحولها لي بقى في الاخر دوت هكس فايل جامع كل الكود بتاعك، سواء انت كاتب الكود او الكود انت جايبه من اللايبرري، فهيبدا يجمع الكودز اللي انت مستخدمها ويحطها لك في الدوت باينري او الدوت هكس فايل اللي هو هيطلعه. فالدوت ليست بيبقى في الاسامبلي، والدوت اوبجكت او الدوت او بيبقى اندرستود باي ذا لينكر. اللينكر بقى بيعمل ايه؟ هو بياخد اتنين فايلز. واحنا ممكن ناخد السلايد دي؟ طبعا هحطها لكم على الجوجل كلاس روم، مفيش اي مشكله ما تقلقوش، انا بحط لكم كل حاجه على طول بعد السيشن. هو انتوا ليه حاسين بالغدر كده؟ لا هديها لكم ما تقلقوش يعني. اللينكر هو بياخد الدوت اوبجكت فايل اللي طالع من الكومبايلر، وبياخد حاجتين اللي هما اللينكر دايركتيف واللايبرري فايلز بتاعتي. وقلنا قبل كده اللينكر دايركتيف ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى فيه الادريسز بتاعت الرام والروم. معنى كده ان اي مايكرو كنترولر بيبقى ليه اللينكر دايركتيف بتاعه اللي سبيسيفيك ليه، مفيش اي مايكرو كنترولر ينفع يعني ايه او اتس نوت اكسبكتد ان هما بيكون ليهم نفس الايه؟ نفس اللينكر دايركتيف، ان هما بيبقى ليهم الميموري بتاعتهم مختلفة، السايزز بتاعتهم مختلفة، فهو بيبقى
مره هتسمعوها، هي كلمه هنستخدمها كتير، تارجت يعني اللي هو الهاردوير بتاعي او تارجت مايكرو كنترول بتاعي. فهو تارجت ازاي؟ ان انا عايز اديفلوب عليه الكود واعمل له داونلود. اوكي، فكلمه تارجت هو المايكرو كنترولر، دونت بي ايه كونفيوزد يعني من الكلمه دي، هنستخدمها كتير قوي بعد كده. حتى بعض الاي دي ايز لما بتيجي تختار المايكرو كنترولر او تختار، فبدل ما يقول لك ديفايس يقول لك تارجت. فكلمه تارجت هي يعني ايه يعني common definition في embedded systems بيindicate على المايكرو كنترول اللي بنستخدمه. لذلك في ال IDEs بتاعتنا لما بنيجي نعمل اي new project، البروجكت بتاعي لازم اختار فيه هو انا المايكرو كنترولر بتاعي ايه الاول، عشان لو عملت build تمام على مايكرو كنترولر معين هو مختاره by default، فلو عملت بيلد ايه بيزد على ديفولت تشويس لي على مايكرو كنترولر وعايز داونلود الكود ده على مايكرو كنترولر تاني، ممكن بتحصل حاجات غريبه جدا. يعني بعض الناس كان ايه قايل لهم مثلا اختار المايكرو كنترولر بتاعنا حطه في البروجكت اوبشنز الاول، هو ينسى يعمل الخطوه دي، فيجي بيلد ويداونلود الكود ويقول له يا باشمهندس الكود مش بيرن، الكود عم واقف على سطر معين ما بيشتغلش. هو اصلا لما جه يحرق الكود نزل في جزء في الرام مش هو اللي الستارت اب بيشاور عليه، هو كانوا اثنين مايكرو كنترولر متشابهين. الكود بتاع المايكرو كنترولر كان بيستارت من ادرس معين، فهو ما فيش حاجه في الادرس كنترولر، فكان طبعا بيحصل بيهيفيرز غريبه. فدي من الحاجات المهمه جدا ان انا اختار المايكرو كنترولر المناسب، زي ما في الاردوينو برضو كنت بتختار البورد بتاعتك، لازم تختار البورد بتاعتك هي ايه عشان يعرف ان هو هي ايه هي ابلود الكود على انهي مايكرو كنترولر. ده شكل الشغل اللي بيعمله اللينكر، انك ممكن يكون عندك كود بالمنظر ده، فعندك الاوبجكت فايل بتاعه، بيبقى في بعض الاحيان بتستخدم functions من بره الكود ده، زي مثلا انت شغال مثلا بتكتب كود سي وبتستخدم function printf. printf دي من الايه من ال stdio library بتاعت سي، عارفين ال stdio library تمام، اللي هي فيها printf وscanf زي في السي بلس بلس السي اوت والسي ان. فانت الحاجات دي مكتوبه، هل انت كتبت الكود اللي هو بتاع printf ده؟ لا انت ما كتبتوش، هو موجود في اللايبرري من اللايبرري بتاعت سي، فهو يروح للسي لايبرري يجيب منها السي كود ده يحطه معاك من ضمن الكود اللي هيبقى على البروسيسور بتاعك او المايكرو كنترولر بتاعك. فلازم هو يقعد يلم الفانكشنز اللي انت بتستخدمها حتى لو مش موجوده ان سيم فايل، فده شغلانه اللينكر. فاللينكر بيعمل شغلانتين، اول حاجه ان هو to be sure that every object file have all external data and functions that is defined، هو بيبدا يلم ايه كل اللايبرري او الاوبجكت فايلز في الاخر. هو في الاخر يعني الاوتبوت من اللايبرري بيبقى اوبجكت فايل، والاوتبوت بتاع الكود بتاعي اوبجكت فايل، فهو بيلم كل ايه الفايلز دي ويجمعهم مع بعض ويعمل ريالوكيت للداتا تمام، اللي هو بيدي ادريسز للفاريبلز تمام اكوردنج تو الايه اللينكر دايركتيف، ويجنريت ماب فايل اللي هو بيبقى فيه الميموري الوكيشن، وبين فايل اللي هو الباينري فايل اللي هو بيبقى فيه الكود بتاعي. طيب قلنا الماب فايل ده اللي هو الاوتبوت بتاع اللينكر، وهاز مابينج فور ايتش فاريبل اند فانكشن. طبعا عارفين يعني ايه مابينج للفاريبلز والفانكشن، يعني كل فاريبل مكتوب فين وكل فانكشن عندي كاتبها سي محطوطه فين في الروم. الروم عندي هي عباره عن ايه ميموري، وكل ميموري لوكيشن دي ادرس، فهو باي ديفولت كده ان هو ايه بيبدا يقول ان الفانكشن دي هتبدا من ادرس كذا، فلما يعمل لها جامبينج ايه يبدا يروح لها، هو اللي بيرص الرصه دي اللينكر. الباينري فايل هو الفايل بقى اللي فيه الكود اللي هيتحرق على الروم تمام،
بيبقى بيرند اون تارجت، واتكلمنا عن كلمه تارجت دي ان هي معناها المايكرو كنترولر. بيبقى فيه يعني ايه فورماتس مختلفه، ممكن دوت باينري، ممكن دوت هكس، ممكن دوت اوت، ممكن دوت اي ال اف، ممكن دوت اس ار اي سي، ده مثلا للموتورولا. ففي يعني ايه مش كل يعني مش دايما الاوتبوت يكون دوت باينري، ممكن الاوتبوت يكون دوت دوت هكس او دوت اوت او دوت اي ال اف، يعني مش لازم ايه نفس الاكستنشنز بتستخدم عند كل الاي دي ايز. كان في اللي هو المايكرو كنترولر بتاعنا اللي هو الان اكس بي، ده في ميزة ظريفة جدا انك بدل وجع القلب اللي احنا شغالين في الكورس ده عشانه، عاملين كده ايه اونلاين اي دي اي للمايكرو كنترولر ده، معمول اونلاين. تخش على موقع embed.com mbed.com، تخش تعمل اكاونت عليه وهيفتح لك بقى اونلاين كومبايلر، تكتب الكود بتاعك. عايز بقى تنزل الكود على المايكرو كنترولر، فانت هتوصل المايكرو كنترولر بال USB بتاعتك، هيظهر لك as a as كأنه storage، ممكن يبقى external memory، كأنه external memory زي flash يعني. انت اول ما هتخلص development الكود بتاعك، البراوسر الويب براوسر بتاعك هيديك dot binary file كده، تاخده ترميه على الستورج ده، ترميه على الستورج، تفصل ال USB وتوصله تاني، هتلاقي الكود بتاعك شغال على المايكرو كنترولر. بس هما طبعا عاملين ابستراكشنز كبيره قوي للموديولز بتاعتنا، فعشان كده بقول لكم هو ايه، هو يعني بدل وجع القلب اللي احنا شغالين فيه ده. زي مثلا في الاردوينو في ديجيتال رايت ديجيتال ريد والحاجات اللي هي عامله ابستراكشن، ده هم عاملين له برضو ايه لايبرز كده، وشغاله سي بلس بلس كمان، هو بيكمبايل سي بلس بلس وايه وانت جاست انك تاخد باينري فايل وترميه على الاستورج بتاع المايكرو كنترولر، يبدا ان هو ايه خلاص كده الكود اتحرق. لكن ده مش ده التارجت طبعا اللي احنا عايزين نشتغل عليه اثناء الكورس بتاعنا، ومش ده الهدف كلمه التارجت اللي احنا قلناها. احنا عايزين نتعلم ازاي ان احنا نكنترول الهاردوير نوت ابستراكتد. باشمهندس، هو الماب فايل ده بس هستفاد بيه ان انا اثناء ان انا بحرق الكود على المايكرو كنترولر، لكن الماب فايل مش هيتخزن خالص في يعني مش هيروح للسي بي يو، مش هيبقى متخزن خالص. لا لا، ده هو بس اللي بيست في الميموري. يعني مثلا من ضمن الحاجات ان انا بقى انيشاليز فاريبل، صح ولا لا؟ بقول ان انت اكس ايكوال 0، اكس ده فاريبل، طيب عايزين نحط الانيشال فاليو دي بزيرو جوه الايه الرام، فمين اللي هيحط الفاليو دي انيشاليزد كده من غير ما كودي امبلمنت؟ هو بيزد على الماب فايل، فالماب فايل بيبقى فيه ايه الميموري الوكيشن للفاريبلز والميموري الوكيشن للفانكشنز. تمام. وبعد كده خلاص بقى الكود، خلاص هو مش لازم الكود هيرن بقى لوحده. احنا اتكلمنا برضو ان المايكرو كنترولرز من ضمن البروبرتيز بتاعتها ان هي ستاند الون كمبيوترز. يعني ايه ستاند الون؟ يعني هي خلاص وانس ان الكود اتكتب عليها هي تبقى ستاند الون كده، تبقى شغاله وزين الروبوت او وزين الغساله او وزين السخان او وزين اي حاجه بحط فيها المايكرو كنترولر، هي شغاله ستاند الون والكود بتاعها راننج، مش محتاجه ان حد يعمل لها راننج للكود. As long as انها واخده باور فهي هتبقى ستاند الون. يعني حتى اي كود احنا هنكتبه على المايكرو كنترولر وبعد كده الكود ده يرن على المايكرو كنترولر، فدور اليو اس بي كونكتور اللي احنا موصلينه المايكرو كنترولر جاست ان هو يديله باور مش اكتر، زي ما بتعمله مثلا في الاردوينو. هو الاردوينو انتوا لما بتوصلوه يو اس بي هو بياخد الباور من الكمبيوتر بس، لحد ما بعد ما اخلص الكود هو ممكن بيرن من الباور بتاعت الكمبيوتر، لما بفصله ووصل عليه باتري هو ستاند الون، مش لازم الكمبيوتر هو اللي يعمله راننج للكود. طيب الميموري ماب ان سي هنا مهمه جدا، بس يعني لو انت عندك النوليدج الكافيه انك تقدر تميز الفاريبل بتاعك او الكونستنت بتاعك بيتحط فين في الميموري، ده هيخليك
بروجرامر شاطر جدا. بس في حاجات انا مش عارف الناس عندها باك جراوند عنها ولا، زي الستاك والهيب. حد عارف ايه هي الستاك وايه هي الهيب؟ سمعتوا التسميات دي قبل كده؟ اللي هو first in last out، حاجة زي كده، اللي هو يعني اللي آخر حاجة في الميموري هو اللي يتاخد الأول يعني. بالظبط ده الستاك. بس يعني هو ده الستاك حكيتك المفروض عنه. ده المكان في الرام بيتشال فيه اللوكال variables أو التمبرري variables، تمام. وبيسيب algorithm معين زي اللي هو last in first out وكده. يعني الناس عارفة الكونسبت ده من كورس السي او صح؟ لا دي معرفة شخصية من يعني. البروجرامينج؟ لا خدناه في البروجرامينج تقريبا. من البروجرامينج؟ طيب ده انترستنج. يعني اتكلم عادي ما خافش يعني، ولا خاف؟ انا ما اعرفش عن ايه. طيب ماشي، مش مشكله. بس الستاك الناس عندها نولج عنها يعني، عارفه ان احنا ان شاء الله بقى الستاك دي هيبقى لينا معاها صولات وجولات قدام يعني عشان كده ايه، انا يعني ممكن ما اتكلمش عن الستاك قوي النهارده، ان بعد كده احنا اصلا هنقعد نفرم في الستاك دي بالصبح يعني. احنا هيبقى لينا معاها شغل كتير قوي، ان هي اساس السب روتين برانشنج واساس الانتربتس واساس حاجات كتير. فاحنا اصلا بعد كده هنتكلم على الستاك دي كانها جزء من حياتنا، وانها حاجه مهمه جدا جدا في الايه المايكرو كنترولرز. فيعني ايه، انا عارف ان احنا هنفسرها اكتر بعد كده، فعشان كده ايه خايف ان انا اتعامل معاها باريحيه بقى، وان انا اعرفها وناس تكون مش فاهمه انا بتكلم عن ايه. خلينا الاول نمسك اول حاجه، اول جزء من الميموري في ال سي هو التكست سيجمنت، وباين من اسمه. حد يقدر يقول لي ايه هو التكست سيجمنت؟ ده اللي بيبقى فيه الكود بتاعي الاصلي يعني، ده الكود نفسه بتاعي اللي بيتسجل فيه الكود السايز بتاعي. مكانه فين؟ في انهي ميموري؟ ده بيبقى في الروم. بالظبط كده، بيرفكت. ودي الحاجه الوحيده اللي عندنا اللي احنا بنتكلم عليها في الروم، هي طبعا وي الكونستنت، وهو بالنسبه لنا بيبقى ايه ريد اونلي، تمام، تو بريفنت ذا بروجرام فروم اكسيدنتشالي موديفاينج اتس انستراكشنز. هو ده اللي انا عايزك تعرفه عن التكست سيجمنت. اوكي، فببساطه شديده هو الكود اللي انا بكتبه بينزل دايركت على الروم، وده بيبقى بالنسبه للمايكرو كنترولر هو جاست ريد اونلي. طيب في الانيشاليزد داتا سيجمنت، انا لما بعمل مثلا initialization لاي حاجه، زي مثلا حتى لو زي ما انتم شايفين كده array او string، يعني دي character array فهي string، فعندي string s، عمل قلت s equals hello world، بس s ده بالنسبه لي هعمل معامله ال variable بعد كده، فهو هنا ال string ده initialized the value. فال initialization ده بيحصل ان هو بيحط الداتا دي دايركت في الميموري قبل ما المايك كنترولر يرن. فالانيشاليز داتا سيجمنت ده اول جزء في الرام، بيبقى الابر بورشن اوف ذا رام، بيترص فيه الانيشاليز فاليوز. الفاريبلز بقى اللي هي بالانيشاليز فاليوز دي الاكسبكتد انها تبقى ايه ستاتيك. يعني ايه ستاتيك؟ يعني الادريسيز بتاعتها ثابته، مش دايناميك، مش هتتغير. يعني انا لما هاجي ادور على فاريبل اس اللي هو هلاقيه في الميموري لوكيشن اكس، وات ايفر اكس ده ايه الفاليو بتاعته، بس انا دايما هلاقيه. ومفتاح ان انا اعمل انيشاليزد داتا سيجمنت فاريبل يبقى يتحط في الانيشاليزد داتا سيجمنت ان انا استخدم كيورد ستاتيك. فلما اقول كلمه كيورد ستاتيك فانا ايه بجبر المايكرو كنترولر ان هو الفاريبل ده هيكون في ميموري لوكيشن معين بادرس معين. طب هل انت هنا اخترت الادرس ده؟ لا، انا في السي مش بختار الادرس، لكن كاسمبلي وايز انا ممكن اختار سبيسيفيك ادرس بايدي وان انا احطه. هو ده بقى الفرق ما بين كنترول
في ال C والكنترول في فالاسمبلي بيديني مور كنترول. however احنا نقدر نعمل الموضوع ده بصورة ان انا يبقى عندي اصلا الادرس وان انا اجبر ان ايه الفاريبل بتاعي يكون في الادرس ده فايه اتس اوكي okay. ودي هنعملها مع بعض ان شاء الله لما نيجي نتكلم على ال جي بي اي او موديول اول حاجه، وهنفتح مع بعض الدوت اتش فايل المحطوط فيه الديفينيشنز بتاعت كل الايه بتاعت كل السبيشال ريجسترز بتاعت مايكرو كنترولر، فهنلاقيها انها متعرفه بادريسز دايركت في صوره ستراكتس دي، يعني لما يجي الكلام عليها هنشوفها بعينينا ان شاء الله. طيب فدي الانيشاليز داتا سيجمنت، زي ما قلنا بيبقى اول داتا سيجمنت في الرام بتحتوي على الجلوبال فاريبلز تمام والستاتيك فاريبلز اللي هي انيشاليزد باي ذا بروجرامر. طب انا لو ما عملتلهاش انيشاليزيشن فهتبقى في حاجه اسمها ان انيشاليزد داتا سيجمنت او بتسمى البي اس اس بلوك ستارتد باي سيمبل. ودي ايه الان انيشاليزد داتا؟ انا ببقى عامل معرف ان في فاريبل والفاريبل ده ستاتيك مثلا او جلوبال، فهو هيتشاف في كل السكوبس بتاعت الفانكشنز، فلازم يكون ليه كونستنت ادرس. بس في نفس الوقت انا ما اديتوش اصلا انيشاليزيشن فاليو، فهنا يحطه في البي اس اس وهيبقى انيشاليزد تو زيرو. اوكي طبعا احنا يعني لو انا فاريبل قلت ان هو ستاتيك انت فهو هيتحط في البي اس اس، لو هو جلوبال فاريبل انت جي مثلا فهو برضه هيتحط في البي اس اس. لا ان في الكيس دي ان انا لو قلت ايه انت جي او ستاتيك انت اي وسكت حطيت سيمي كولون بعدها ما قلتش ايكوال سكيل فهو هيحطه في البي اس اس وهيحطهم بزيروس. هو يا باشمهندس بيحطهم بزيرو ولا بحب براندوم فاريبل؟ لا لا بيحطهم بزيرو. الحالات اللي انت بتشوف فيها random variables ده سؤال جميل جدا، بتبقى حاجات اللي هي بقى في الستاك uninitialized بس هي local، فانت ما قلتش انها static او هي او ما حطتهاش global، فهو غصب عنه بيallocate ليها مكان في الستاك، فلما بيallocate ليها مكان في الستاك بيبقى ليها random variables بقى rubbish values يعني. لكن في uninitialized لو هي static او جلوبال فانت غصب عنك لازم تتحط بيها. الستاك ودي بقى ايه من يعني ايه من اغلس الحاجات بالنسبه للناس اللي مش فاميليار اصلا مع الهاردوير، هتلاقي الستاك دي حاجه غلسه جدا جدا في فهمها. انا هحاول كده ايه الخصها لكم في يعني ايه مش هطول في الكلام عليها قوي. الستاك ممكن نقول ان هي الرام مخصصة لكل function، اي function المايكرو كنترولر بيمبلمنتها لازم يبقى ليها جزء من الرام تحجزه لنفسها. اوكي فكل function مثلا بيبقى ليها variables local expected انك تتعامل مع local variables جوه function، بعرف ال variable جوه function بس اول ما اخرج بره اتعامل مع ال variable ده، فال variable ده بيبقى اسمه ايه local. static فهو هيفضل local بس ليه static address، فما ينفعش ان انا استخدم له الستاك، يبقى هستخدم له الايه uninitialized او initialized على حسب انا حاطط له value اثناء الايه الديفينيشن بتاعه. شمس ممكن حضرتك تعيد الحته دي عشان فجاه الصوت كان واقف كده. انا قلت دلوقتي ان انا الفاريبلز بتاعتي لحد دلوقتي اللي احنا عرفناه عنهم ان في uninitialized variables وinitialized variables والاثنين دول static. يعني ايه static؟ يعني ليهم address مخصص في الرام ما ينفعش الادرس ده يتغير، وده ميزه للفاريبل ده ان انا at any instance of my code اقدر ان انا اروح اروح على الادرس ده اقعد بقى ايه اهندل اللوكيشن ده بالادرس بمعرفه الادرس. لكن في بعض الفاريبلز ما بيبقاش الادرس بتاعهم
ما بيبقاش اللوكيشن بتاعهم معروف، فما بيبقاش ليهم ديفينيت ادرس، بيعتمد على السياق بتاعه وزين الكود. الفاريبلز دي بقى بيبقى استخدامها امتى؟ هي ما بتبقاش فاريبلز مهمه على مدار الكود، بتبقى مهمه اثناء فتره معينه من الكود، ودي بنسميها لو انا مثلا برن من المين، المين دي فانكشن ولا لا؟ المين دي تعمل معامله الفانكشن. لو المين دي ندهت على فانكشن تانية، فالفانكشن التانية دي هتستخدم، اكيد هتستخدم فاريبلز. الفاريبلز اللي هتستخدمها دي هتبقى لوكال. يعني ايه لوكال؟ يعني وانس ان انا اخرج من الفانكشن اللي انا عرفت فيها اللوكال فاريبل بتاعي، فاللوكال فاريبل ده مات بالنسبه لي، وما اقدرش انده عليه ولا انده باسمه حتى. حتى الكومبايلر ممكن يعترض عليا هنا ان انا انده على الفاريبل ده باسمه في سكوب مش السكوب اللي هو فيه، تمام؟ فاللوكال فاريبل ده بيحتاج ان هو يتحجز له مكان في الرام، بس انا مش عارف انا هحجز له المكان ده امتى، انا مش عارف اصلا الفانكشن هتتنده امتى. فالمفروض ان انا بعمل ايه؟ كل فانكشن بتيجي بتقوم واخد لها جزء من الرام كده تحط فيه الفاريبلز بتاعتها. وحاجات تانية هنتكلم عنها بعد كده في الباسنج بتاع البارامترز للفانكشنز، ان شاء الله هنعمل عليها براكتس يعني. فلما الفانكشن بتيجي وتحجز لها مكان في الرام، فالمكان ده بيبقى خاص بالفانكشن دي، وده اللي بنسميها الستاك بتاعت الفانكشن. فلما بخرج من الفانكشن الستاك دي بتنتهي، وبالنسبه لي ايه؟ ما بيبقاش ليها استخدام تاني، ان كل الكونتنت بتاعها بيموت مع خروجي من الفانكشن. فاي فانكشن انا بشتغل معاها بيبقى ليها ستاك، والستاك دي اول ما بخرج من الفانكشن بتبقى كليرد، ما بتبقاش كليرد ان فاليوز، ما بتتحطش بالصفار، انما بتفضل زي ما هي، ولكن المايكرو كنترولر بينسى فيها عن طريق حاجه اسمها ستاك بوينتر. فلما يتغير الستاك بوينتر، فبالنسبه لي الحاجات اللي كانت موجوده قبل كده دي خلاص ما عادتش موجوده. ده عن الستاك. انا عارف انها عقدت الموضوع اكتر، بس الستاك من الحاجات معقده جدا والمهمه جدا في نفس الوقت. بس مهندس ممكن سؤال؟ اتفضل. هو كده احنا حضرتك قلت ان عندنا كذا ستاك، ستاك للكود كله ده اللي بيتحط فيه الكونستنت فاليو. لا 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 ثانيه بس ثانيه. لا هو كل فانكشن بتستاك، يعني خلينا نقول كده المصطلح ده، كل فانكشن بتستاك. فهي الستاك كل ما انده على فانكشن هتعمل لها ستاك، فالستاك بتكبر لفوق. نسيت اقول لك ان الستاك بدايتها from the end of the RAM، وبتقعد ايه تكبر بالايه بال descending addresses. فاهم قصدي؟ يعني بدايه انا الستاك بتاعتي زيرو، فانا مشاور ال end of the RAM. طيب الفانكشن اللي انا فيها اللي هي المين عرفت local variable، فاللوكال variable ده هيحجز مكانه في المكان اللي انا ايه مشاور عليه اللي هو end of the RAM، اخر بايت في RAM هحجز له المكان ده. طب عرفت variable جديد فهحجز البايت اللي فوقيها. طيب انا خرجت من المين ورحت اعمل فانكشن تانية، فهيبقى كل اللي جاي فوق ده هيبقى الستاك بتاعه الفانكشن دي. فكل ما هعرف فاريبل هيبقى هيضاف على الستاك، فالستاك تقعد تكبر تكبر. فانت كل ما بتقعد تنده على فانكشنز وبتخرج من فانكشنز، فانت ايه عمال بتلعب في السايز بتاع الستاك، فهي دايناميك جدا. تمام يا باشمهندس. هي دايناميك جدا. ماشي، ان شاء الله قدام هنتفرج على الستاك بقى وهي بتكبر وهي بتصغر، تمام، وهي بندخل عليها فاريبلز وبنسحب منها فاريبلز. التعامل معاها كده ايه، حتى محتاج سبيشال انستراكشنز اللي هم بوش وبوب. اوكي، الهيب هو برضو للدايناميك ميموري الوكيشن، تمام. فهو الجزء اللي بيتبقى من الرام، انا عندي في بدايه الرام الانيشاليزد، وبعد كده البي اس اس، ومن تحت في الرام في الستاك، فكل ما تبقى فهو هيب، فالستاك بتاكل من الهيب. فهي الهيب معموله ايه؟ ان هي بدايتها من البي اس اس وبتنتهي مع بدايه الستاك، تمام، او مع نهايه الستاك، ان هم بيبقوا تيل تو تيل. فبيبقى الهيب من
اي ايه بقى يعني احنا لما بتستخدم بقى الانستراكشنز اللي هي مخصوصه للميموري الوكيشن بتبقى ام الوك او ري الوك او ايه او فري اللي هو يكلير ميموري ادريسز معينه تمام. فهو بي بي بيجرو ايه عكس الستاك. احنا يعني مش هنكسبوز دي قوي لكن الفوكس بتاعنا دايما بيبقى على الستاك عشان الستاك دي من الحاجات اللي هو ممكن لو حصل ستاك اوفر فلو اخاف على الاذر فاريبلز بتاعتي الموجوده اللي انا معرفها. فلازم طبعا ايه الواحد من ضمن الحاجات اللي هو وهو شغال مش هنوصل لحاجه كده قوي ان احنا الكودز بتاعتنا هتبقى ليميتد. لكن لو انت بتشتغل على ابلكيشن كبير لازم تتعلم انك تقيس الستاك سايز. اوكي انا يعني هتوقف هنا مش هكمل عشان بقى تلحقوا تاخدوا بريك. الدكتور شافعي متفق معايا ان احنا نخلص 11:30. هتكلم معاكم كده في حاجه سريعه جدا الا وهي ايه احنا هنكمل السكشنز بتاعتنا ازاي. دي حاجه انا محتاج ناس يعني ايه تبقى تقول انها موافقه عليها. احنا ممكن هنا كده ريكوردينج دي بقى محتاج الناس تتفق معايا على الموضوع ده. اول حاجة احنا السيمستر ده عندنا ميزة حلوة ان التايم بتاعنا اللوكيتد مرة اونلاين ومرة اون كامبس. بمعنى ان احنا بنتقابل يوم الحد الاولى وبنتقابل يوم الثلاث الساعة 10. فالمفروض ان البلان بتاعت الكلية كانت ان ايه اللي احنا نقوله يوم الحد نقوله يوم الثلاث. طبعا المفروض ان نص الناس تحضر يعني اجيب كده كشوفات النداء واقسم الناس بالنص كده. فاقول عند مثلا في حد في النص اسمه سمير مثلا فمن اول احمد او من اول ابراهيم لسمير يحضروا معايا يوم الحد ومن سمير لحد يوسف يحضروا يوم الثلاث والاسبوع اللي بعده من سمير لحد يوسف يحضروا الحد ومن ابراهيم لحد سمير يحضروا بالسيكونس ده. طبعا الناس هتقول ان الاسهل نعمل ايه ان احنا نحضر الثلاث ان احنا كده كده قاعدين حاضرين المحاضره وفي البريك ما بين المحاضرتين بنحضر السكشن فالناس كلها ما حدش هيجي لي الحد. وفي نفس الوقت طيب انا ممكن اجبرك انك تيجي ان انا هقول مثلا انك لازم تحضر على الاقل مثلا 5 مرات عشان اديك اعمال سنه. لو انت حضرت معايا اوفلاين 5 مرات طول السمستر هديك اعمال السنه. فيبقى الموضوع ايه بجبرك على حاجه غصب عنك. وفي نفس الوقت انا يعني ايه عندي كتير عايز اديهولك يعني مش يعني احنا عندنا الكورس عندنا شيتس جاهزه وكل حاجه جاهزه فيعني ايه عندنا كونتنت نقدر ايه في ايه ال 14 اسبوع بتوع الدراسه فيعني ايه فكده كده. لكن لو عوزت اكتر نقدر نبراكتس اكتر وهو ده اللي احنا عايزين نعمله. فاحنا ناويين نعمل اكسترا توتوريالز يبقى عندي مين توتوريال اللي هو بتاع يوم الثلاث او يوم الحد تمام. يبقى ده المين اللي انت ملزم بيه في شيتس بتتحل ومسائل وده اللي يجي لك في الفاينل. انما يبقى فيه توتوريال اكسترا كل اسبوع بيديك براكتس اكتر. ده للناس اللي ايه اللي عايزه فعلا تعمل براكتس اكتر وانترستد. معنى كلامي انك ممكن يعني احنا طبعا التزاما باللائحه بتاعت الكليه الماده دي المفروض ليها عدد ساعات معين فاحنا كده من اكسيد عدد الساعات. فانا ما اقدرش الزمك بكل الساعات الزياده دي انك هتبقى مسؤول عنها في الامتحان. انما اللي انا ايه عايز اديهولك ان انا ساعات تبقى اضافيه تضيف لك نوليدج اكتر في الماده وساعات بتبقى هي الاساسيه هي اللي بتديك الايه النوليدج اللي المفروض تاخده وتتحاسب عليه في الامتحان. فالساعات الاساسيه هتبقى مثال زي الشيت بتاع البايو النهارده مثلا ايه انتدكشن تو سي وهنعمل المره اللي بعدها براكتسنج على السي وهكذا. طبعا ايه يعني دكتور شافعي لما عرضت عليه الموضوع ده قال لي
جميل وهيبقى حاجة كويسة ومفيدة ليهم، بس احنا عايزينهم يبقوا متفقين على الموضوع ده عشان ما حدش يجي يعترض ويقول المادة دي شغلتني زيادة. تمام؟ فلذلك انا بقول له ان انا شايف ان يبقى في معاد، هو معاد التوتوريالز الريجولر اللي يتحلق فيها الشيتس ومسائل والدنيا تمشي فيه بالشكل الكونفنشنال بتاعها، لكن في توتوريالز تبقى اكسترا يبقى فيها البراكتس وهكذا. حتى دكتور شافعي برضو شايف ان هو الكورس ده معتمد على البراكتس في الاصل، فكل ما اعمل براكتس اكتر كل ما هستفاد اكتر. فانت الميد ترم ملوش اي معنى ان انا احطه في كورس زي ده، ده من وجهة نظره. الكورس ده عليه 150 درجة، 110 منهم unseen assessment. يعني ايه unseen assessment؟ يعني احنا بنمتحنك في حاجة انت مش قدامك. unseen يعني امتحان unseen. فلو ضفت على ال unseen assessment ده 20 درجة ميد ترم، فانا 130 درجة من 150 unseen في كورس practical اصلا. فهل ده منطقي؟ لا مش منطقي. فدكتور شافعي هيلغي الميد ترم وهيبقى عندي في بروجكت وفي assignments مبنية على البراكتس. اوكي؟ بس قال لي يا مصطفى، هو انت عندك ماتيريال كفاية تغطي بيها؟ بدل ما كنا مثلا هشتغل 14 سيكشن هنشتغل دلوقتي 28 سيكشن. فقلت له ايه يعني I can expand the practice ان شاء الله يعني. تمام؟ ممكن في وقت من الاوقات لما الدراسة تضغط عليكم او يعني في الاخر ممكن نريحكم سيكشن واحد، بس ان شاء الله I can expand the practice على ايه على قد ما اقدر، بحيث ان ايه تبقى انت خارج من الكورس عندك نوليدج مناسبه. اللي هيساعدني اكتر انك تعمل practice كويس هو انك لو كل مجموعه جابوا مع بعض البورد، هيبقى طبعا ايه يعني السيميوليشن مهما كان كويس فهو مع الهاردوير بيبقى عقيم. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا السيميوليشن يساعدني ان انا افهم السي بتاعي اتحول ليه اسامبلي وترصص ازاي في الميموريز، لكن بقى لما نيجي نستخدم الجي بي اي اوز والتايمرز والحاجات دي عمرك ما هتحس بيه. فانت عايز تحس اكتر بالبراكتس بتاعك، يبقى انت لازم انك ايه يعني هيبقى مناسب اكتر انك تجيب البورد. انا عارف ان البورد غاليه ومش افيلبل، والموضوع يعني فيه نويز كتير، سواء بقى منكم ان شاء الله ايه هتجيبوا يعني هتجيبوها بقى عن طريق شركه شحن او حد يعديها من الجمارك، يعني في ريسك برضو في الموضوع. بس انا شايف ان انك تجيب البورد وتشتغل عليها، لكن انا هعلمك ازاي تشغل السيميليتور. بس على السيميليتور هتشوف ايه الريجسترز الفاليوز بتاعتها بتتكتب وكده، لكن اوتكم مش يعني مثلا هتسيميليت انا تو ديجيتال او ديجيتال تو انالوج. لا، حتى مثلا في وقت ما كنت بدي التوتوريال بتاع الان تو ديجيتال والديجيتال تو انالوج، انا عندي داتا اكوزيشن كارد كده جايبه من ناشونال انسترومنتس، حتى في فانكشن جنريتور كنت بدخله على الان تو ديجيتال بين، فكان بيطلع لي ايه الفاليوز بيز على الانبوت من فانكشن جنريتور. برضو كنت مثلا الديجيتال تو انالوج بطلعه على اوسيلوسكوب، فبرضو الحاجات دي ممكن هوريها لكم ايه يعني ان لاب كانها لاب. في احمد عادل محمد رافع ايده. ايوه ايوه باشمهندس، بس عايز اسال سؤال. دلوقتي لو انا جبت البورد، كنا فكرنا احنا نجيب البورد as groups يعني مش individuals. انا عايزك as groups. لا مش عايز individuals، انا عايز groups. تمام. طب هل لا انا مش عايز individuals. اوكي. طب هل البروجكت هيكون على السيميوليشن ولا هيبقى على البورد دي؟ انا ما اقدرش اجبرك انك تسلمني البروجكت هاردوير. فالجروبس اللي مش هتسلم البروجكت ان هاردوير فهتسلمه سيميوليشن. بس اللي هيسلمه هاردوير هيسلمه ان جروبس، والسيميوليشن برضو كنا بنطلبه ان جروبس. يعني احنا بص يعني ايه، انا مش هجبر حد يشتري حاجه من اخر كده. تمام؟ لكن زي ما بقول لك، عايز تستفاد فاشتروا مع بعض البورد ان جروبس. اوكي؟ طيب. مش لدرجة انك تشتريه لوحدك يعني،
طبعا اللي هيعمل ان هاردوير فانا ممكن اتوليريت معايا في حاجات تانية، يعني ايه كانها بونص يعني في حاجات تانية في اعمال السنه، يعني عندي فول كنترول على اعمال السنه، فانا ايه اكيد طبعا عملت اكسترا وورك، مش اكسترا وورك فلوس يعني، مش عشان انت رحت اشتريت البورد دفعت فلوس اكتر في الاخر ما تخشش في جيبي اصلا يعني. تمام، فمش عشان انت رحت اشتريت البورد هديك فلوس اكتر، لا لا يعني انت رحت بقى عملت انتجريشن لهاردوير وايه، وطبعا خدت منك مجهود اعلى، فهتاخد اكيد هديك بونص يعني في المقابل. طبعا ممكن انت اصلا تكون مقفل الدنيا وما تحتاجش بونص يعني. في راغب رافع ايده. ايوه هو الجروب هتبقى كام واحد؟ لسه ما حددناش، بس هو كنا قبل كده بنطلب البروجكت ان جروبس كنا بيبقى اب تو 5، لكن يعني انت طبعا ايه يعني لو على حسب استطاعه الناس في عدد البوردز اللي هتيجي، بس مثلا 10 يبقوا مشتركين مع بعض في بورد ما اظنش ان الاستفاده هتبقى عاليه، صح؟ اه ممكن 5 فعلا. اتفضل يعني فريزنبل 5 يعني. اتفضل يا عمر. بص يا باشمهندس، هو لمعلومات حضرتك هو احنا والله يعني انا بحاول ان انا يعني اخلي دكتور تامر النادي يتدخل في الموضوع يعني، جميل. ان هو يعني يشوف حد في الجمارك ويعدلنا الحاجه اول ما يبقى الاوبشن ده موجود، فانا ان شاء الله هطلب الاوردر يعني بالعدد المكتوب في الشيت. هو طيب تقريبا 30 واحد يعني، في منهم ناس انديفيديوال، في منهم ناس غالبا حد جايبهم لجروبس، فهيبقى تقريبا اكتر من 30% من الدفعه معاهم بوردات يعني. ده هيبقى حاجه كويسه جدا. طبعا انديفيديوال يعني ده عايز يستفاد قوي، وهو من الناس اللي بتحب تجمع بوردز. انا برضو من الناس اللي بحب اقعد اجمع في بوردز يعني. كان قبل كده مثلا الاردوينو ديو اول ما نزل رحت جبت بوردز اسمها نت وينو، عندي التيفا لما جينا نشتغل بالفريدم بورد دي جبتها. فايتس انترستنج يعني الناس اللي جايبها انديفيديوال، بس طبعا ايه يعني احنا مش عايزين نجبرك على كده، ان البوردز مش رخيصه يعني في الاخر ممكن الموضوع يقف عليك مثلا 600 700 جنيه بعد الجمارك والحاجات دي، فحرام يعني تبقى متحملها لوحدك. بالعكس انت في الاخر ايه الناس تستفاد، بس طبعا ايه ما بعد الكورس بقى مين هياخد البورد بقى ومين هيحتفظ بالجثه، دي حاجه ايه انتوا تظبطوها مع بعض، احنا مالناش دعوه بيها. بس اتمنى تكون الناس موافقه على هذا الموضوع يعني ايه احنا يعني تبقى متوافقه ان احنا ان شاء الله عندنا مور براكتس في الكورس ده، فهيبقى فيه افورت هتعمله عن الساعات المحطوطه للكورس، بس ده يعني ايه فور يور بنفيت ان شاء الله على قد ما نقدر. طبعا مش هيكون في تضييع وقت ليك. ميري بتسال، ميري واحمد محمد بيسالوا يا باشمهندس، هو ما ينفعش ان احنا مثلا نخلي الناس كلها تحضر في يوم ويبقى البراكتس في يوم الثلاث ده اونلاين؟ هو ده اللي اكشولي فعلا هيحصل، بس في بعض الحاجات هتحتاج ان يعني البراكتس يعني انا عايز بقى هنا الفلكسبيليتي بتاعت الناس يعني. هل هحتاج ان انا افضل مثبت ميعاد للبراكتس وميعاد لل اللي هو الconventional work يعني صمها، وهحاول التزم بكده، بس ايه تديني flexibility ان انا مش لازم التزم بكده، زي مثلا ان انا ايه يعني مثلا الحد اللي جاي ده احنا هنتقابل face to face. انا من وجهة نظري ان الface to face مناسب جدا مع الشيتس، وفاشل الشيتس حلها فاشل اونلاين يعني. شفتوا المره اللي فاتت وانا بحل الشيت كده كان القلم بتاعي بيتاخر وكده، فانت الثيوريتيكال كونسبتس بتبقى مناسبه اكتر ان احنا نتقابل فيس تو فيس، والشغل على الكمبيوتر مناسب اكتر ان احنا نشتغل اونلاين. انا اظن ان دي انسب حاجه ان احنا نمشي بيها، ان هو الاكسترا ده يبقى يوم الثلاث والكونفنشنال ده يبقى يوم الحد. بس انا ممكن اضطر ان انا اسواب او كده على حسب ايه الرود ماب اللي انا ماشي عليها، وفي نفس الوقت على حسب
يعني ايه يعني availability الماتيريال يعني او يعني خليها كده ايه يعني اقولها لك ازاي او ان احنا ممكن نبدلها في اسبوع معين بالظبط هو انا بس الموضوع على حسب المعطيات اظن ان احنا نزود يوم ثالث يعني في الاسبوع لا 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 تالت ايه بقى ده انا بقول لك انا على مضض اصلا بقول لك هزود يوم تقول يوم تالت فيعني انا اصلا خايف الناس تبقى متضايقه فخاصه انك عندك مواد تانية عندك مشروع تخرج عندك هم ما يتلم يعني فاكيد وقتك ضيق غير حياتك الشخصيه الستادي لايف بالانس يعني تمام فاتمنى الناس على الموضوع احنا مش عارفة احنا حاضر عندنا الناس كلها ولا لا بس مش عارف يعني انت تقدر تقولي عمر كده ان الناس دي كلها هي اللي في الكورس اللي سمعته ان احنا عددنا حوالي 90 بس في حوالي يعني ايه حوالي 30 واحد اكتف و60 زومبي تقريبا في الدفعة صح كده صح بس يعني ايه كده كده الناس اللي هم يعني ايه اللي هم اللي مش اكتف يعني مش هم بس خلاص عشان ما حدش يزعل يعني مش في العادي مش بيحضروا السكاشن في العادي اصلا يعني ان كده كده اللائحه بتاعتكم مخليها اصلا 70% من التقييم على الفاينل فهو شاطر كفايه ان هو ما مش محتاج السكاشن وبيلم الماده في الاخر وبينجح الكورس فانا عارف طبعا ده بسبب ان اللائحه كده فهو مش محتاجنا اصلا يعني فعادي ده براحته وده اختياره وللاسف احنا مش احسن حاجه تضيع فيها وقتك دي حاجه انا معترف بيها يعني انت لو اخترت انك تقعد تذاكر حاجه اونلاين ممكن تبقى ابرك لك بكتير من الهري اللي احنا بنهري فيه في المناهج بتاعتنا دي يعني ودي حاجه انا معترف بيها فاحنا مش احسن حاجه تضيع فيها وقتك ففي ناس بتبقى اختياراتها انها يعني ايه وقتها لحاجات تانية فهم مش زومبيز يعني انا اسف ما قلت كده يعني بس لكن طبعا في الاخر هم ال 30 واحد هم اللي هيبقوا ديسيجن ميكر في ان احنا نشتغل بهذا السيكونس يعني من غير ما ندور حد وكده كده المعادين موجودين اللي عايز يجي في اي وقت يجي اوكي والماتيريال هبقى نزل قبلها على الجوجل كلاس روم انا معلش اتاخرت النهارده بس بعد كده ان شاء الله هحاول التزم ان انا انزلها في شويه ماشي اشكركم شكرا جزيلا وان شاء الله ايه نتقابل يوم الاحد في الكليه يوم الاحد هيبقى شيت عادي بنحله مع بعض وبندسكس فيه فمش هنحتاج اي سوفت وير ريكويرمنتس قبلها لكن ان شاء الله الثلاث اللي جاي اوعدكم ان شاء الله هيبقى في سوفت وير براكتس لسه بس بعمل تجربه كده عشان اتاكد ما اذا كان الموضوع هيبقى مناسب على الاذر سوفت وير اللي هو اي اي ار عشان ده سيميليتور عنده اسهل بكتير من الكايل للاسف السيميليتور فيه جيل شويه وبيحتاج شويه لعب كده عشان نعرف نظبطه فالحاجات المناسبه مع السيميليشن في السي هفضل ان انا اوريها لكم على الاي اي ار لكن احنا نستخدم الكايل برضو ان باراليل الاي اي ار هتسامحوني لو اشتغلنا عليه على هاردوير تاني بس جاست انكم تاخدوا النولج بتاعت السي بروجرامينج بس يعني فايه ضريبه انك هنشتغل اكتر ان براكتس فاحنا ممكن نشتغل على كذا بلاتفورم او كذا اي دي اي يعني دي الضريبه اللي انت ممكن تدفعها ماشي يا شباب بقى تلحقوا تاخدوا بريك قبل المحاضره ان شاء الله انا اللي اشكركم جدا يعني واتمنى ان شاء الله اقدر افيدكم اقصى استفاده من غير ما نضيع وقتكم